قال يحيى بن معين في أبي الحسن الكسائي: ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. كما قال إسماعيل بن جعفر المدني عنه: ما رأيت أقرأ لكتاب الله تعالى من الكسائي. وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، نقدم لكم في حلقة اليوم من برنامج شخصيات أثرت في اللغة العربية أبرز المعلومات عن الكسائي. هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، كما أنه من أبرز علماء اللغة العربية ومؤلفيها. ولد في الكوفة وعاش في بغداد وتوفي في إيران، وعاش بين عامين 737 و805 للميلاد، واشتهر بأنه إمام الكوفيين في اللغة والنحو، وواحد من القراء السبعة المشهورين. وعندما سئل مرة عن سبب تسميته بالكسائي، قال: لأنني أحرمت في كساء، وكان قد تتلمذ على يد عديد من علماء اللغة العربية مثل الإمام جعفر الصادق ويونس بن حبيب والهرائي والأعمش والخليل بن أحمد الفراهيدي، كما تتلمذ على يده الفراء وعبيد القاسم وخطيب الأصبهاني، وحدث عنه الإمام أحمد بن حنبل، وقد ألف كتابا في العربية والقراءات، منها معاني القرآن ومقطوع القرآن وموصوله ومختصر في النحو وغيرها. كان الكسائي من أوائل من أسهموا في وضع قواعد اللغة العربية، واشتهر بأنه الرائد الأول في مدرسة الكوفية بعلم النحو، كما أنه أحد القراء السبعة في الأمصار الإسلامية، وكان مؤدبا لوالد الرشيد. ولما رأى الرشيد إخلاصه وثقافته وفطنته، أصبح أثيرا عنده، حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين. وكان الكسائي قد قرأ على حمزة الزيات، ثم اختار لنفسه قراءة، وأخذ الكسائي علم الحرف عن ابن عياش وعن جعفر عن نافع وعن أبي حيوة وشريح بن يزيد وعن ابن أبي حماد، وأخذ علم القراءات عن ابن حمزة وعيسى بن عمر الهمذاني، ومن تلاميذه بالقراءات عمر الدوري وأبو الحارث الليث بن خالد وقطيبة بن مهران ويحيى الفراء وخلف بن هاشم. ومن أبرز مؤلفات الكسائي كتاب اختلاف العدد والحروف، ومختصر في النحو، ومقطوع القرآن وموصوله. وانتهت مسيرة الكسائي بأنه توفي في عام 805 في الري من أرض فارس.